أهلا بكم من جديد. البوح الليلة ذات بعد شاعري، ذلك أن ضيفنا شاعر وشاعر رقيق، إضافة إلى كونه يشغل منصب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق. أهلا بك سيد عمر السراي. شكرا جزيلا. أهلا أولا وسهلا. شكرا. نحن يعني نبارك للعراق حقيقة هذا الأمن، نبارك له أنه بدأ يستعيد العافية، واستعادة العافية تعني أن العراق عندما يسترد عافيته وهو الذخر والسند والعمق الاستراتيجي لكل حواضر العرب، وهذا ما فعله عبر التاريخ، سيعود يشغل ذات المكانة، ونحن نأمل أيضا أن يستعيد مكانته على المستوى الكوني. العراق بدأ أيضا يستعيد العلاقة التي فقدها بفعل ظروف قهرية مع محيطه العرب، امتداد الطبيعي التاريخي والحضاري والديني وإلى آخره. كيف لمستم استجابة العرب لهذه العودة؟ شكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم في قلب بغداد، في قلب العراق، وشكر جزيل لكم لأنكم تضيئون هذه الليالي الجميلة. بصراحة العراق يمثل، وأقولها بملء الفم، يمثل الأخ الأكبر دائما للأمة العربية، لإخوته. يعني أنا أذكر حينما خرجنا في معارض الكتاب، في معرض الرياض، في معرض القاهرة، في معرض الشارقة، في معرض بيروت، ألاحظ الجمهور الذي يأتينا من العرب يبحثون عن العراق ليس فردا، يبحثون عنه مجموعة، يقولون أين العراق؟ وحينما يجدوننا ونحن لا نعرفهم جدا، يعني بالكاد تعارفنا للتو، يسلمون علينا بحفاوة ويقولون الآن وجدنا إخواننا الكبار، اليوم نراكم، اليوم نحبكم، اليوم نأنس بحضوركم. لذلك أظن بأن من الطبيعي جدا أن يكون العراق في قلب أمته العربية وامتداده المتميز، ومن الطبيعي جدا أن يكون له الدور الكبير، لأننا نتحدث عن حضارة ضاربة، نتحدث عن ثقافة كبيرة، نتحدث عن موارد بشرية كبيرة، عن طاقة علمية، عن ثقافة، عن موسيقى، عن شعر، عن إبداع. لذلك العراق الآن بوضع مطمئن، لأنه في كنف إخوته، وإخوته أيضا في قلبه يعيشون دائما.